التي مرت، الكرة التي عبرت، هنا محاولة أمامي، الله، جول لأودونيزي. المهاجم الأسباني الذي ارتقى عاليا فوق الجميع، وضع الكرة في الشبك، يلعب الكرة، خطير، هذه خطير، هذه خطير، هذه ملعوبة، تصويب، الله، أي عرض هذا الذي أراه، أي عزف هذا الذي نشاهده، روعة مرور، روعة ارتداد، روعة تنظيم، هتمة منظمة تسكن في شباك ساسولو بروعة، بروعة. فيولا، لمسة جميلة خطيرة، كياش يراوغ ويسجل هدف أول، أودولفو كياش ينطلق وحيدا ليراوغ ويسجل بشكل رائع على يسار الحارس يورنزوت، هدف جميل جدا من الموهبة الأرجنتينية الشابة أودولفو كياش، توغل وتلقى تمريرة مثالية من نيكولاس فيولا في الجبل اليسرى، خطير الكورة أمام المرمى، هدف يضيء، وفي المرة الثانية الهدف يسجل دانيال ليفاردي بعد إصرار كبير، كان لابد من الوصول للشباك. فيدال، خطيرة كورة، والهدف الأول، الهدف الأول، خطيرة كورة، راؤول غوتي، راؤول غوتي يباغت الحارس فاسليكا ويمنح الأسبقية لفريق إلشي. أخيرا دقيقة 70، كان أحرز 9 أهداف في المباراة الثمانية السابقة، كرة بالرأس والهدف الثاني، الهدف الثاني، ننتظر لإعادة، الحكم يطلب اللعب، هل تجاوزت الكرة؟ يبدو لي أبعدها فاسليك من كونيا، يرفع كرة أكونيا وهدف تضليل الفارق، لوك ديونغ، أخيرا لوك ديونغ ينجح في تذليل الفارق، عرضية من ماركوس أكونيا ولوك ديونغ، دقيقة 90، يذلل الفارق لفريق إشبيليا 2-1. وكرة لبلد الوليد، هذه خطيرة، فرصة الهدف الأول للعصية، جول، جول، هو أوسكار، أوسكار بلانو يصل إلى مرمى دافيد سوريا معلنا أول أهداف البوسيلا في هذا الشوط الأول، أوسكار بلانو ثالث أهداف هذا الموسم في الليغا، ممتاز، مراتشيلي صارت أخطر، صارت أفضل، فرصة كبيرة، والثاني، الثاني، 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 رأسية أخرى، هدف آخر، شون فايسمان في الذهاب، شون فايسمان في الإياب، شون فايسمان في الكوليزيوم، شون فايسمان في الخوزي زوريا، بلد الوليد إلى خير، ما زالت عند التركي ناسيونال، خيمي ماتا، خطيرة، والهدف، هدف خطافي، هدف تدليل الفريق من خيمي ماتا، تركوا له المساحة، ترك له الحرية، عبر خيمي ماتا وراوغ المدافع جواد الأميق وسجل هدف تدليل الفريق لفريق مبابي، وصل مبابي والمهارة، مبابي، ومبابي جول، كيليان مبابي مبكرا في الدقيقة 9، نعم، قذيفة يسارية قوية لم تترك أي حد للحارس يسيب، ونعم لما ينطلق مبابي صعب إيقافه، يرفع كورة فيراتي، هدف ثالث، هدف ثالث عن طريق كيليان مبابي، الثالث يحسم به الباريسية. يتقدم كوريا، يحاول فرصة جول، 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 هنا النسور تحلق في سماء تورينو، نعم، 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 لاتسيو بالهدف الأول عن طريق إخواكي كوريا، تحلق النسور، القائمة لدينا تمريرة خطيرة، 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 الله، الله،
الحدث، والحدث هو عودة اليوفي مرة أخرى. يطلب الكرة، وصلت إلى الفارو. موراتا، موراتا، جول، موراتا، جول، 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 جول. الفارو جول، موراتا جول. نعم، معالمها كانت هدف، معالمها كانت هدف من عندما قطعت الكرة وصولا لانطلاقة الفارو. موراتا يا موراتا يتقدم اليوفي بالهدف الثاني. هنا الفارو، الفارو، موراتا، 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 جول، 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 جول. أنا الصياد، أنا موراتا. نعم، هكذا قالها وأحرز ثالث الأهداف على يساري بيبي ريناتا. موراتا الفارو وثالث أهداف اليوفي. رونالدو خلاص. كرة أمامية هذه لمصلحة أوساسونا، خطيرة، يونيدس، خطيرة لمصلحة برشلونة. غريزمان، كرة طول، عادت مرة أخرى، هذه كرة خطيرة تصل إلى ميسي، يسدد ميسي، يكون متسللا، تقدم يأتي من غريزمان، خطيرة، عرضية، أرضية برشلونة في دخوله في هذه المباراة. لكن قبل كل ذلك هنا لديه آخر أسبوع، شيء متعودين عليه لا يوجد هنا لديه قاط الثلاث. من المهم أن تأتي تمريرة بهذا الشكل الغائر. الله، سؤال، واعذروني عن ما سوف أقول، إشلون شافة، إشلون شافة، بس خبروني، أريد العلم يا أهل العلم، إشلون شافة للغاية في الجهة اليسرى، والتعادل في محاولة ميسي. هل يسدد ميسي؟ هل يفعلها ميسي لثاني الأهداف؟ أومتيتي وصلت إلى ميسي، ميسي ممكن أن يسدد من السقف في الجهة اليسرى. الفرنسي يتقدم، يبحث، يجد ديوم إلى ديبلي في الجهة اليمنى. ديبلي بكرة عرضية ممتازة، بكرة مرتدة، عادت مرة أخرى، عالية، خطيرة، وكاد أوساسونا أن يعادل النتيجة، أن يعادل. بينهم حكاية، الكرة بينهم حكاية، وهنا لدينا كرة بيتنا. ميسي، ميسي، الله، الله، للمرة الثانية. هذا ميسي، هذا ميسي، وحده، وحده، وحده. مريبة، 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 إنه لا ينسى، لا ينسى يا مريبة. نعم، 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 صغيرهم يسجل، صغيرهم يسجل. مريبة، من صنع، من صنع. ولا ننسى كرة السولية اللي شالها من على خط المرمى، ودي وين جول براديو. الهدف الأول، والهدف الأول في غفلة دفاعية، يأتي مكابي للوب جلودي ويسجل هدف التقدم هنا وسط السيطرة، وسط الاستحواذ، ومن خلال الثغرة الدفاعية سدد الأولى وارتدت. وعتاب ولوم ما بين دفاع النادي. إلى أجاييه، المرور والتوغل، أجاييه اللي يسلم على طول. كرة السولية إلى أفشة، ملعوبة حلوة قوي، وادي مروان. الدكة، 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 دكة الأهلي بخير، يبقى الأهلي بخير وتصبحوا على خير يا جماهير فيتا كلوب، يلي منتظرين إن فيتا يسجل. البديل الذي دخل منذ لحظات، مروان محسن، أمامنا هنا في مباراة المظاليم. حمد الشناوي، ريكي بولينجا، والشناوي، والشناوي، لكن يسدد أمامنا هنا، يسدد ريكي بولينجا اللاعب البديل، يسجل هدف أمامنا، التعادل أمامنا. ريكي تولينجا يسجل التعادل في هذه المباراة. ركلة الجزاء على عمرو السولية. يا سلام، لعبة ولا أروع من هنالك. حمدي النجازي حتى على طبق لوليام توغي. الزمالك يلعب والترجي سجل أول أهداف المباراة للفريق التونسي. الترجي اللعبة كم كانت رائعة، خد وهات، 6-7 تمريرات دخل من هنالك حمد النجاز ومرر لتوغي لحمد النجاز. هايلة كرة، خطيرة، جول. فرجان ساسي مرر كرة ولا أروع، ويأتي الجول. أحمد فتوح يعدل النتيجة للزمالك. لا 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 لا، ما هذه التصرفات
المجانية الإضافية وانت سجلت وعلى بن رمضان يستعد يسدد كورة جول. ابن رمضان يمنح التفوق للترجي عند الدقيقة 44 على الزمالك. ياسر الهوني كرة خطيرة، حمد الهوني بابا بابا جول، يفعلها محمد علي بن رمضان. هربة من حمد الهوني، يا لها من هربة ويا لها من روعة. يا سلام كرة خالد عبد الباسط لحمد الهوني.